السلام عليكم. انا جيت في الميعاد زي ما احنا متفقين امبارح ان انا اظهر الساعة 9. انا جيت، فين الناس اللي هنا بقى؟ وحشتوني جدا 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 جدا. اللي سامع اللايف وموجود معانا هنا يثبت حضور باي كومنت او اي رياكشنز من الموجودة الموجوده. مين معايا هنا في اللايف؟ مين معايا في اللايف؟ انا جيت في الميعاد اللي اتفقنا عليه. مين معايا هنا؟ الله يسلمك يا دودو، الله يسلمك يا حبيبة قلبي. وحشتوني جدا 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 جدا. بصوا، مش قادرة اقول لكم قد ايه كان نفسي بسرعة ارجع ليكو عشان نتجمع تاني مع بعض ونتكلم تاني مع بعض. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلينا يا رب. ويا رب دايما تكونوا في احسن حال انتوا وكل حبايبكم. انا جيت، اي حد هنا تاني غير دعاء يكتب اي كومنت؟ عايزين نتكلم مع بعض كده حبة حلوين. ايه وبتعملوا ايه كده؟ وعايزة اقول لكم المفاجآت اللي انا محضرها لكم يا جماعة. انتوا فين؟ وانت طيب وبخير يا رب يا استاذ محمد، تسلم، ربنا يعزك. اخبار رمضان معاكم ايه؟ عاملين ايه في الحر ده؟ طبعا انا يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا كتب لي تاني ان انا اقوم بالسلامة، طبعا بفضل ربنا اولا ثم فضل دعائكم ليا اللي دايما كان معايا. الله يسلمك يا شيمو، يا رب اللهم امين. للناس كتير ما كانتش تعرف انا كنت عندي ايه وكنت مختفية، انا كان عندي انزلاق غضروفي حاد جدا، عامل لي قطع في العمود الفقري، كان في الفقرة الخامسة، وكان مؤثر جدا جدا على رجلي اليمين، حركتي بالكامل. قعدت 3 شهور في السرير كعلاج وقائي يعني، مع الأدوية وكده وعدم الحركة نهائي. بس للأسف الموضوع جاب معايا بعكس تماما، حالتي سائد جدا، اضطر الدكاترة انه يعملوا لي العملية في أسرع وقت، عشان كده انا عملتها في رمضان. فقلت خير يعني، رمضان شهر كريم جدا والناس مش هتبخل عليا بالدعاء يعني. فالحمد لله ان انا عملت العملية وقمت بالتالي بالسلامة. الله يسلمك كفوفو، الله يسلمك يا فاتن حبيبة قلبي. العملية كانت شاقة جدا، انهم استثقلوا الغضروف من العمود الفقري، لكن الحمد لله بفضله اتعافيت، وحاليا انا في مرحلة العلاج ما بعد العملية. بتمشى شوية الحمد لله، رجعت امشي تاني على رجلي الحمد لله. الاول ما كنتش بمشي خالص، دلوقتي بدأت امشي تاني. والله يا جماعة نعمة كبيرة جدا ان الواحد يحط رجله على الارض ويمشي، دي نعمة كبيرة جدا 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 جدا. كون ان الانسان بيصحى الصبح يغسل وشه، دي نعمه برضو من عند ربنا. ابو مؤمن، طب ضحكنا معاك يا ابو مؤمن عشان نضحك سوا. او سوف يعطيك ربك فترضى، الله يسلمك يا حبيبه قلبي، رب يتم شفاي على خير انا وكل اللي زيي وكل المرضى يا رب. الله يسلمك يا سمر يا حبيبه قلبي، الله يسلمك. تعبت جدا الحمد لله في العمليات، تعبت، وفي الافاقه غبت 2 ساعة عقبال ما فقت. كان المفروض اقعد نص ساعة بس انا غبت 2 ساعة. لعله خير الحمد لله ان انا قمت تاني. بس انا جيت بقى كل حماس، عايزين نشتغل مع بعض واسمعكم وتسمعوني، نقعد نتكلم مع بعض كده. طبعا هو انا للاسف لسه عندي فقرتين تانيين فيهم مشكلة، التالتة والرابعة، ومحتاجين فيهم عملية. بس انا يعني عاشم في ربنا كبير انه ان شاء الله محتاجش لهم العملية يعني ان شاء الله، والحياة تمشي من غير ما ألجأ اليوم العملية وافتح ضهري تاني. انا الانجليش مجهزة لكم حاجات كتيرة قوي قوي يعني، مثلا لو اتكلمنا عن الكبار، انا مش عاوزة انساكم.
بجهز لكم conversation for beginners اللي هما المحادثات للمبتدئين، ودي هنشتغل في كورس اسمه، انا عموما مسمياه اسمه SLN، وهو speak like natives اللي هو هنتكلم زي الاجانب بالظبط. هناخد الايدمز والفوكاب اللي هما بيستخدموها بالظبط في المحادثات. هيبقى الموضوع شويه professional شويه، وهناخد كمان، هنكمل دروس التأسيس انا كنت ماشيه فيها ده بالنسبه للكبار. الاطفال الفونكس ان شاء الله باذن الله هكمله. الفونكس يا جماعه انا كنت منزله ليفل 1 وليفل 2، دول كاملين. ليه الناس مش بتتفرج عليهم واولادهم بيتفرجوا عليهم ويسمعوهم؟ مهمين جدا. وفي الاخر نشتكي ان الاطفال مش بيحفظوا الانجليش كويس ولا الفوكاب، وعندهم مشكله في الديكتيشن ومش عارفين يقروا. الفونكس ليفل 1 وليفل 2 هما بيحلوا كل المشكله دي. يعني ليفل 1 ليفل 2 عشان ابنك يعرف يقرا كويس، يبقى عنده يعني يقدر يسمع كويس ويتكلم كويس ويحفظ كويس، لازم يكون هو خد ليفل 1 وليفل 2 للفونكس. مهم جدا جدا فونكس، بلاش ان احنا نهمله. ليفل 3 انا اوريدي بنزل لسه منه الدروس بتاعته الخاصة بيه، يعني لسه ان شاء الله ما كملتش بس هيخلصه قريب. برضو مهم جدا ان احنا بعد كده بنتكلم على long vowels، ليه بنطق الاو بعد الاي، والحاجات اللي فيها روايات كتيرة قوي. يجي الاطفال يسألونا طب ليه انا بنطق دي كده وليه دي انا بنطق دي كده، الفونكس بيحلها وكل الانسرز دي عند الفونكس. فبلاش نهمل موضوع الفونكس. الفونكس هتلاقوه عندي في البلاي ليست على اليوتيوب باسمه فونكس ليفل 1 وليفل 2، وليفل 3 برضو اوريدي موجود بس لسه ما خلصش. اي حد عنده اي سؤال اي استفسار انا معاكو. الناس فين؟ الناس فين اللي هنا؟ اي حد عنده اي سؤال اي استفسار بخصوص الانجليش اي حاجة انا تحت امركم. اهلا محمد، موجودين يا رب دايما. طيب عايز اسمع اي حد عنده اي سؤال اي استفسار بخصوص اللغة. طيب بالنسبة للناس اللي اطفالنا اللي هيروحوا برايمري 1 ان شاء الله السنة الجاية، والوزير وقراراته الجميلة جدا اللي خدها الفترة اللي فاتت دي، عرفتوا الانجليش هيكون ايه ولا معرفتوش؟ نور، هاي يا نور، منورة حبيبة قلبي. اللي انا عرفته انه بدل time for English هيبقى حاجة اسمها new hello. ده already دي سلسلة بياخدوها اعدادي وثانوي، هم هيبتدوا فيها بقى ان شاء الله باذن الله من primary one. يا رب يا فاتن، ربنا يسمع منك يا رب ويتمها على خير يا رب ان شاء الله. الله ينور، الله يسلمك يا حبيبة قلبي يا نور. تسلمي حبيبة قلبي نور وضحى، الله يسلمك يا حبيبة قلبي. فاتن ربنا يسمع منك يا رب ويتقبل دعائك. بالنسبه للبرايمري 1، الناس اللي رايحين برايمري 1 بنورك يا قلبي، نورك. الناس اللي رايحه برايمري 1 هناخد لونج مان، سلسله لونج مان، هناخد نيو هلو، هيبقى من برايمري 1 ان شاء الله باذن الله. رايي في المنهج الجديد، انا شايفه انه منهج حلو كويس، يعني يقدر ياسس الطفل كويس جدا عن تايم فور انجلش. تايم فور انجلش انا كنت شايفاه انه ما بياسسش اي طفل خالص، ضعيف جدا 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 جدا. هاي فارس نجمنا اللي منورنا واللي مشرفنا بره مصر، فناننا الجميل والممثل العبقري، منور. المنهج ده حلو، المنهج الجديد اللي الحكومة هتاخده تدونا المرة دي كويس جدا. في مجموعة listening كويسة، في مجموعة كلمات هتبقى كويسة ان شاء الله بإذن الله. فأتمنى أتمنى أتمنى ان ولادنا يستفادوا بيه. انا عندي بنتين ولادي، يعني بناتي الاتنين هياخدوا المنهج الجديد ده السنة دي ان شاء الله، ولا ابتدائي. فعلا الناس ما انتخ بعد الفطار كله انتخ. طب عادي يعني ان انتخ ونتكلم، ما جراش حاجة، مش مشكلة.
المشكله لما اجي اقفل بقى من هنا اللايف الاقي الناس كلها بتسالني تقول لي انت فين. ريهام الله يسلمك يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا. لسه الاكل مقصر، ما انا بقولك فطروا وانتخوا بقى. طب انا شربت نسكافيه عشان اقدر اقعد معاكم وافوق كده، وما لان واخده دواء يعني دواء المنوم، انا قلت اجله بعد اللايف عشان اخده وانام. ربنا يعافيكم يا رب. انا لسه باخد منوم عشان اعرف انام بالليل، فقلت اجله بقى بعد اللايف. التايم هيتغير، هيبقى نيو هيلو تبع سلسله لونج مان، هو نفس السلسله اللي بياخدوها اعدادي وثانوي. والله انتوا اللي وحشتوني جدا 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 يا رومي، والله كلكم وحشتوني. هو على فكره المنهج ده انا شفته في اعدادي كويس جدا، حلو قوي، عجبني، فاتمنى يا رب اولادنا يستفادوا منه صح. عن تايم فور انجلش، تايم فور انجلش كان يوزلس جدا بصراحه، ويك جدا، ضعيف جدا جدا جدا. يعني لو كان يقول لي الكرتون اللي بتيجي على افلام الكرتون ولا التايم فور انجلش اقول لهم لا، التايم فور انجلش اوحش من الكرتون. انتوا متخيلين بقى بالنسبه لنا، بالنسبه لي انا كان ايه؟ بس انا لسه مش عارفه يعني مصير المناهج التانية ايه، يعني اللي هو الانجليش وورلد وزون ومناهج دي كلها مصيرها ايه. انا الحقيقه مش عارفه، يعني انا اوريدي كنت في الفتره اللي انا كنت تعبانه فيها دي كنت كاتبه دروس كتيره قوي منهم، وقلت ان انا هنزلها، بس انا مش عارفه بصراحه يعني مصيرها ايه. خايفه انزلها محدش استفاد منها، مش عارفه اعمل ايه. ام يوسف الله يسلمك يا حبيبه قلبي، يعني انت منوره، فمش عارفه اعمل ايه. يعني انا خايفه انزل الدروس دي، والله مش عارفه. زي ما قلت الناس اللي معانا هنا والناس اللي لسه داخله جديده، روان الله يسلمك يا حبيبه قلبي، تسلميلي يا رب. الناس لسه داخله جديده، انا قلت في كورسات ان شاء الله باذن الله هنبتدي فيها من بعد العيد، وهو كورس اسمه SLN، ده هعلن عنه قريب ان شاء الله باذن الله، وهو speak like natives، هنتكلم زي الاجانب بالظبط، زي الاجانب بالظبط، هنستخدم مصطلحاتهم والكلمات اللي بيستخدموها في المحادثات، هيبقى موضوع شويه professional، وهنعرف الايدلز بنستخدمها ازاي، وبعد انتهاء كل درس هنزل لكم ليه كويز ده الناس تحله، وهيبقى فيه مسابقة وفي جايزة، اللي يجتاز ويحل كله صح من أول ليفل لحد آخر ليفل اللي عندي هدية. إيه رأيكم في الكلام الكبير ده؟ نحمس الناس شوية على الإنجليش. والأطفال حبيبي مبودي الله يسلمي حبيبة قلبي، ده أنت المنورة، والله كلكم أنتم منورين. بالنسبة للأطفال حبيبي فأنا هكمل الفونكس والمنهج، أنا هحاول أشوف كده المنهج الجديد، أحاول أنا أشوف أي sources لي، وحاول أنزل لكم الحاجات من المنهج الجديد، وهنزل شوية حاجات بقى conversation، ممكن نزل story، حاجات تنسلي الأطفال في الأجازة عشان ما ننساش الإيمان، ما ننساش الإنجليش. ما هو الماكملن يا رومي، انا بقول والله انا كنت مجهزه دروس كتير قوي، انا خايفه ان انا انزل ماكملن او اي منهج تاني وفي الاخر يقول لي لا ما فيش ده اتلغى، فاهم قصدي؟ عمر الله يسلمك. فانا مش عارفه اعمل ايه من المناهج دي، هو كل اللي اتكلم فيه انه تايم فور انجلش هيتغير. طب سياسة المناهج التانية او الحاجات التانية الانجليش دي ايه؟ انا مش عارفة، معرفش والله، فترة انا كنت تعبانة فيها دي، ايه التغيرات الكتيرة، ما لمتش لسه الموضوع قوي، بس انا كل اللي قدرت اتوصل ليه انه التايم فور انجليش خلاص، شكرا كده. داليا الله يسلمك يا حبيبة قلبي، فمش عارفة لسه مصير الحاجات دي ايه. اليوتيوب اوريدي انا عندي قناه على اليوتيوب للناس اللي لسه ما تعرفنيش، انا عندي قناه على اليوتيوب باسمي شيماء منير عربي او انجلش، هتجيلك القناه،
فيها حاجات كتيرة قوي، هتلاقي conversation للناس للأدلتس، وفي للأطفال kids، وفي عندك كمان English for beginners، هتلاقي تعليم اللغة الإنجليزية للناس اللي لسه مبتدئة، في كام درس كده نزلتهم ولسه هكملهم إن شاء الله بإذن الله، في phonics زي ما قلنا، في grammar، في معلومات عامة، في إزاي أتكلم زي native، هفهم native بيتكلموا زي، في حاجات كتيرة قوي في القناة. وفي كمان ناشونال كيركلمز، في مناهج اللي هي الخاصه بالمناهج من المدارس اللي هي الناشونال مش الانترناشونال، لا الناشونال العاديه خالص. والله يا ريهام، فانا فعلا متخوفه ان انا انزل حاجه واتعب فيها واسجل واعمل مونتاج والقصه دي كلها، وفي الاخر يقول لي لا والله يا بنتي كان فيه خلص، فانا مش عارفه بجد والله، هم كل يوم بقرار جديد، بس انا على الاقل هنزل الحاجات اللي مفيش فيها خلاف، يعني ممكن انزل قواعد اللغه الانجليزيه grammar conversation، حاجات اللي نقدر ان احنا basics اللي هي العاديه خالص، اللي هي مهما تغير اي منهج في العالم هي دي اوريدي موجوده. فانا عاوزاكم بس الناس اللي لسه ما عملتش سبسكرايب للقناه تعمل، عشان هيجي حاجات كتير قوي، تنزل حاجات كتيره جدا حلوه بلاش تفوتكم. الله يسلمك يا محمد، ادعولي بقى ربنا يتم عليا شفائي كده على خير وترجع الامور زي الاول يا رب ان شاء الله. هي الدنيا بس محتاجه تظبط شويه كده معانا، وانا عارفه ان رمضان الناس كلها بتريح واجازات وبعدين العيد، انا عارفه ده كويس جدا، بس انا ما كانش ينفع ان انا اقوم والدنيا تبقى الحمد لله بدات تظبط معايا شويه وامسك نفسي شويه، وقلت ما ينفعش ان انا ما اكلمكمش يارا. الله يسلمك يا حبيبه قلبي، فقلت لازم كده نطلع لايف كده ونتكلم مع بعض شويه، عادي مفيش مشكله خالص، اسلم عليكم وتسلموا عليا كده يعني. فعلا انت قلت لي، فعلا قلت لي افتكري الكلام ده كويس جدا صح، قلت لي افتكري كلامي كويس صح كده، مش انت قلت لي كده؟ الحمد لله والله بفضل الله وفضل دعاكم بجد، الحمد لله والله، يعني الحمد لله. انا كنت خايفه ان انا اخش عمليات ما اقومش تاني، انا كنت خايفه منها جدا، الحمد لله رب العالمين، وبعدين استودعتكم عند الله، فالحمد لله ربنا كرمني الحمد لله. بعدين يبقى في حد كده ورا ناس جميله زيكم كده وما يرجعش تاني الحمد لله. اللي اتغير في المناهج بالنسبه للتجريبي والخاص هو شال time for English وحط بداله new hello، هو ده تبع سلسله long man، هي نفس السلسله اللي بياخدوها اعدادي وثانوي، بس ده هو على كلامه لحد دلوقتي، احنا ممكن نقفل مع بعض شويه ليه الكلام اتغير، يا رب يا سامح، اللهم امين. مين لسه بقى مشتركش في القناه بتاعتي على اليوتيوب يرفع ايده كده يقول انا، عموما تاني قناتي على اليوتيوب هي ممكن تتم عليها سيرش باما باسم عربي او انجليش شيماء منير. الله يسلمك يا رجب، اللهم امين، ربنا يتقبل منك يا رب. اي حد عنده اي سؤال اي استفسار بخصوص اي حاجة انا متأكدة ان انا هقفل من هنا، الاقي الناس بتسأل من هنا تقولي انت روحتي فين قفلتي ليه، شرف ليا يا عمر، شرف ليا مريم، الله يسلمك حبيبة قلبي مادونا. منهج اولى ابتدائي اللي هو ايه الانجليش، انا قلت هو غير time for English ويحط بداله نيو هالو اللي هو تبع سلسلة لونج مان، نفس السلسلة اللي بياخدوها اعدادي وثانوي.
ابقى انزل لكم صورة المنهج، الكوفر بتاع المنهج على الصفحة عندي. اهلا يا رحمة، منورة. برايمري 1 كده عنده تغيير بالظبط كده، ما دي تبع المنظومه اللي هو قال بيها، هو قال من اول كي جي 1 وكي جي 2 برايمري 1. بدل تايم حط منهج اللي هي سلسله لونج مان، لو نيو اللي هو زي اعدادي وثانوي. المنهج ده مقارنة بتايم فور انجلش طبعا احسن يا جماعة. تايم فور انجلش ما بيأسسش طفل خالص، منهج تعبان ضعيف جدا 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 جدا، زيه زي الكرتون اللي ولادنا بيتفرجوا عليه على التلفزيون. انتوا متخيلين قد ايه يعني هو هايف؟ لكن نيو هلو منهج لطيف كويس جدا والله. يا راح يا ريهام، اللي انت بتقوليه ده بجد فوق راسي، يعني كويس ان في حد حب الانجليزي بسببي، ده حاجة كويسة جدا، حاجة تفرحني. انا بقابل ناس كتير بتكره اللغة الانجليزية مع انها والله لطيفة جدا. رحمة تسلميلي والله، انت الاحسن، تسلميلي. وانا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ربنا ما يكتب لي اي تعب تاني، هكون معاكم السنه دي طول السنه ان شاء الله باذن الله. فاضيه لكم. ما انا زي ما قلت، لا مادونا هو مش بتاع زمان، هو هلو بتاع زمان. النيو اديشن بتاعته اللي هي الكتاب الجديد هو نازل اسمه نيو هلو. لا هو في فرق شاسع بينه وبين احنا بتاع زمان خالص، يعني هو على الاقل في جمال ليسننج، دي حاجه كويسه جدا. بس يا ريت يفعلوا الليسننج في المدارس، فكري مش عارفه، انا اشك الموضوع ده بصراحه، انه يفرق جدا مع الاطفال. اكيد يا رحمه، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. السنه دي ان شاء الله باذن الله انا معاكو. بصوا فاضيه لكو كده، خلاص فضيت نفسي ليكو، خلاص سبت كل حاجة وهركز مع اليوتيوب والصفحة هنا عندي وبس. time for English هنكون بس صادقة معاكم واقول لكم تاني، time for English وحش جدا. ايه قد طفل في اولى ابتدائي اي بي سي او حاجات البيزكس اللي احنا ممكن هو عارفها، good morning good afternoon and so on، ولا حاجة. لكن مهم انا بالنسبة لي لو هو هيطبق المنهج الجديد نيو هلو مظبوط، في جزء listening مهم جدا، لو هيطبقه ويتفعل inside the class ان هم يسمعوا listening يبقى ده كويس جدا، مفيد جدا لولادنا. لو مش هيسمعوا يبقى كل سنة وانتوا طيبين، زيه زي اي منهج تاني. فاهمين انا عايزة اقول ايه؟ بالظبط، لانه منهج وزاري يا آية، انه منهج وزاري. سامح بيقول عندي ابني دخلته انترناشنال بعد ما قعد سنتين في حكومي في السعوديه، بس حاسس انه ما تاسس كويس، اعمل ايه؟ طبعا انت هو انت قعدته حكومي وبعدين مديته انترناشنال، فطبعا هو الاساس اللي تاسسه في حكومه ما فيش، طبيعي جدا. تعمل ايه؟ اولا انا زي ما قلت من شويه في حاجه اسمها فونكس، الصوتيات، هتلاقيها عندي على قناتي على اليوتيوب في ليفل 1 وليفل 2، يقعد يسمعهم كتير جدا. طب ايه دول فايدتهم ايه يا مش شيماء؟ هيعملوا لي ايه لابني؟ هيأسسوني في ايه؟ هو لو اتبع التعليمات انا هقول لك عليها دلوقتي يبقى تمام جدا. بص، هو اول حاجه في ليفل 1 هو هيسمع صوت الحرف، نطقه ايه؟ مش اي بي، لا ا ب ك، وياخد اكزامبلز على كل لاتر بالساوند والبيكتشر. في المرحله دي او انه مهم جدا يسمع الصوت، انا عايزاه يركز مع صوت الحرف بتنطق ازاي في الكلام، تمام؟ بعد ما يخلص ليفل 1 ليفل 2، هو هنا بقى ليفل 2 اكبر شويه، ان هنا بناخد ساوند حرف مع تو ليترز. فور اكزامبل، مثلا لو انا عندي دام، طب هو ما بيعرفش يقرا، هيقراها ازاي يا مش شايمه دام؟ طب احنا خدنا في الفونكس ليفل 1 الدي النطق بتاعها د، وام
أم أم يبقى دام. step by step د أم دام. هو لو مشي مع الفونكس زي ما موجود بالضبط هتضمن إن هو بيعرف يقرأ أي كلمة بتتكون من 3 letters كويس جدا بالساوند مظبوط. ده بالنسبة للفونكس. هنيجي للجرامر. طب في السن ده بيبقى فود يبقى هو عارف إيه؟ بيبقى عارف الفاولز، الحروف المتحركة والحروف الساكنة، وإمتى بستخدم وإمتى بحط آ وإمتى بحط آن. يبقى هو عارف verb to be البيزكس، عارف السبجكتس الضماير ال he والشي والات and so on، عارف verb to be am is are والحاجات دي كلها لازم يكون هو عارفها، عارف أدوات الإشارة. الحاجات البسيطة دي لازم يكون في المرحلة دي عارفها. هو لو مسك لو عرفته توصلوا الحاجات دي كويس جدا يبقى هو هيتأسس مظبوط. أماني الله يسلمك يا حبيبة قلبي. هبة الله يسلمك يا رب يا حبيبتي رب. اللهم أمين يا رب يا رب اللهم أمين. تمام يا أستاذ سامح. وصل لحضرتك اللي أنا بقوله دلوقتي بالنسبة للفونكس. عشان كده أنا بقول يا جماعة الفونكس مهم جدا. هو خلاص لقيته مشي معايا كويس جدا هتكمل فونكس ليفل 3. ما ينفعش ما ينفعش أخدنا فونكس ليفل 1 وليفل 2 نسكت على كده وننام. طب فين ليفل 3 4 5؟ زي ما قلت قبل كده مليون مرة هما الفونكس عندي 5 ليفلز، خمس مراحل، والخمس مراحل إن شاء الله بإذن الله هيكملوا ويخلصوا. مهم جدا إحنا ككبار هنستفاد منهم صدقوني. يعني for example لو كلمة كلمة boat boat قارب، لو انت جيت قلتها لابن حضرتك هيقول لك بي دبل او تي، هتقول له غلط اسمها بي اي بي بي او اي تي. طب يقول لك لا يا بابا والله انا سمعتها بوت. طب ازاي؟ ما ده فونكس. هنقنعه ازاي انه الاي والاو لو جت ورا بعض ينطقوا او عشان vowels letters. فهمتني حضرتك انا عايزه اقول ايه؟ فعشان كده هنا دور الفونكس وقيس عليهم بقى حاجات كتيرة جدا هيساعدكم جدا في الديكتيشن. يجي بقى السنة الجاية كده يجي يحفظ أي كلمات مش عنده مشكلة لأنه اوريدي واخد القواعد بتاعت كل الحروف. هتيجي تنطق له الكلمة بالحرف بالبرونسيشن مظبوط هيكتبها ممتاز. مريم انا ابني داخل اولى ابتدائي تجريبي كده يطبق عليه نظام جديد. ان شاء الله. انا نفس زي ما قلت انا عندي بنتين لمار وليندا بناتي داخلين اولى ابتدائي السنه دي يطبق عليهم نفس النظام، واحده في تجريبي واحده في لغات خاص، الاثنين يطبق عليهم نفس النظام. ام ياسين اللهم امين يا رب الشافي المعافي يا رب. اي حد تاني عنده اي استفسار؟ طيب مين هنا بقى حابب يتعلم انجليش؟ واحد كده كبير ومحتاج يتعلم انجليش من البدايات خالص. استاذ سامح يا رب بس يعني حضرتك يعني تمشي بيها مظبوط وان شاء الله تجيب معاك نتيجه. لو اي حاجه ابعت لي على طول انا معاكم على طول، ابعت لي في المسج وهرد على حضرتك على طول ان شاء الله. طبعا انا بعتذر على كل الناس اللي بعتت لي مسجز الفتره اللي فاتت، انا ما كنتش برد على اي حد خالص لان انا نايمه تقريبا 24 ساعه، بصحى يا دوبك وقت معين كده باخد الدواء بتاعي وبنام تاني من كتر المسكنات والمنوم. ربنا يعافيكم ويعافيني يا رب. يا رحمة وبعدين تمام. سألتيني انت تساعدي بنتك ازاي في الفونكس، طب وعملتي ايه يا رحمة؟ عمر عايز تتعلم انجلش. طب اولا اعمل سبسكرايب عندي على القناة بتاعتي على اليوتيوب، وانا اوريدي منزلة انجلش فور بيجنرز تعليم اللغة الانجليزية للمبتدئين، اوريدي نازل فيها حوالي كام درس كده اما كملوش عشان كنت تعبت. فان شاء الله باذن الله هقعد واكتب بقية الدروس وانزلها ان شاء الله باذن الله. بلس ان انا هنزل conversation for beginners اللي هو هنتكلم مع بعض زي النيتيف، هناخد الايتمز المصطلحات والكلمات اللي هما بيتكلموا بيها بروفيشنال شوية ونحاول ان احنا نطبقها مع بعض في الconversation. سيدات القصر الله يسلمك تسلميلي يا رب. في كورس هنزله اسمه SLN ده انا قلت لكم عليه قبل كده اللي اسمه Speak Like Natives، ده هنزل اعلانه ان شاء الله باذن الله قريب وهبتدي انزل في دروسه من بعد العيد. هو حوالي في 25 درس
كل اسبوع هنزل درس، وفيه هنزل اسئله على كل لسن. في الاخر خالص هعمل امتحان، واللي هيجاوب لي عندي جايزه حلوه ان شاء الله باذن الله. الله يسلمك يا مروه، تسلمي لي يا رب. منى تسلمي لي، الله يسلمك يا قلبي. ان شاء الله يا عمر. في اي حد تاني عنده اي سؤال، يا اي حد عنده اي سؤال لولاده ليل انجلش اي حاجه؟ انا مدرسة رحمة بتقول انا في مدرسة لغات، وانا كمان كنت مريضة وبنتي كانتش بتروح ومعرفتش اشرح لها. ممكن حضرتك منزلة في يوتيوب؟ اي حبيبة قلبي انت تخشي، طيب خشي على القناة بتاعتي على اليوتيوب. اليوتيوب بتاعي باسم شيماء عربي، شيماء منير عربي او انجلش. هتلاقي في البلاي ليست او قائمة التشغيل في كده فيديوهات ايكونز متجمع فيها الفيديوهات، هتلاقي فونكس ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3. لو ما فيش توصلي ابعتي لي خاص وابعت لك اللينك. طب حاضر يا رحمه، خلاص انا هبعت لك اللينك. حاضر عبير، الله يسلمك يا عبير. جزانا واياكم ام يوسف، ام ياسين جزانا واياكم. سوزان الله يسلمك يا قلبي، ربنا يبارك فيكي ربنا يبارك فيكي يا حبيبه قلبي. اي حد عنده اي استفسار؟ اوكي انا في الـ بعد ما اخلص اللايف ده هحط اللينك بتاع اليوتيوب بتاعتي للناس اللي لسه ما اشتركتش في القناه، ورحمه هبعت لك اللينك بتاع الفونكس. اوكي اي حد تاني عنده اي استفسار؟ اي دروس اليوتيوب هتبتدي ان شاء الله باذن الله من بعد العيد. يا رب اللهم امين، يا رب اللهم امين يا رحمه. دروس، اي دروس خاصه باي حاجه هبتدي انزلها من بعد العيد ان شاء الله باذن الله، لانه رمضان الناس كلها بتريح فيه، طبعا العيد كل سنه طيبين، ف بعد العيد ان شاء الله باذن الله هنزل كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها من شويه. اي حد يا جماعه عنده اي سؤال قبل ما اقفل؟ ماريان الله يسلمك يا حبيبتي، تسلمي. طيب يا رحمه، ما احنا قلنا خلاص هو الفونكس وجرامر. بصوا يا جماعه، اي تاسيس اللغه او اي تاسيس اي لغه في العالم مش شرط اللغه الانجليزيه. ما ينفعش اسس برونسيشن بس، ما ينفعش اسس فوكاب يبقى عندي حصيله كلمات بس اقول بس ده انا واو في الانجليش، عندي كلمات انا احسن منك، انا عندي 200 كلمه. طيب اوكي، الكلمتين كلمه دول بتعرف تستخدمهم صح ولا لا؟ يعني تعرف لو اتحطيت في موقف واتكلمت مع واحد اجنبي تعرف تدير الحوار صح ولا لا؟ يقول لك والله ده انا بسمع منه بس ما بعرفش ارد، مع اني يا اخي عندي 200 كلمه. العدد مش في الكلمات ولا في اي حاجه خالص. الانجليش او اي لغه لازم برونسيشن يكون مظبوط، لازم الجرامر يكون مظبوط، لازم يكون اللي عندي حصلت الكلمات عارفه استخدمها صح مظبوط، اللانجوج عندي تكون مظبوطه، هي كلها عوامل ماسكه في بعضها، هو بيت، ما ينفعش اخد حاجه واسيب حاجه. حاضر يا سوزان، هبعت لكم لينك الفونكس، هحطه برضو فوق اللينك بتاع الفيديو بتاع اللايف ان شاء الله بعد ما اخلصه، هحط لكم لينك الفونكس من فوق.
اه يا رحمة ان شاء الله بإذن الله. استنيني الدروس بتاعتي ان شاء الله هكملها وان شاء الله هتعجبكم، وتشوف بقى مين اللي هيكسب في الآخر. قلت اعمل لكم حاجة كده حماس شوية، جايزة بقى وتكريم عشان الناس تتحمس للغة الإنجليزية شوية. اي حد تاني عنده اي سؤال؟ طيب انا دلوقتي هقفل، وان شاء الله باذن الله نحدد ميعاد لايف تاني خلال الاسبوع اللي جاي. ادعولي بقى، انا عندي دكتور يوم السبت، ان شاء الله يطمني ويسمعني خير. وحط لكم دلوقتي اللينك الخاص بالقناه على اليوتيوب، وكمان الفونكس عشان الناس مش عارفه توصل للفونكس. وهنزل لكم كمان بوست من شويه كده، ونزل بوست فيه بعض اللينكات المهمه اللي ممكن تساعدكم الفتره اللي جايه دي لحد ما نتقابل تاني ان شاء الله باذن الله. واي حد تاني عنده اي استفسار بعد ما اقفل اللايف يكتبه في الكومنت وانا هرد عليه. نعم يا ريهام، تحت امركم دايما في اي وقت. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله. تصبحوا على خير. لا ان شاء الله هتكون جايزه حاجه حلوه ان شاء الله. تسلمين يا رحمه، كلك ذوق. ان شاء الله هتكون الجايزه حاجه كده كويسه على قد يعني، بس حاجه تحفيزيه للناس عشان نتحمس شويه للغه الانجليزيه عشان احنا ركننها خالص خالص خالص. وبعدين انت اللي روحك حلوه والله، وكلكم بجد روحكم جميله جدا. تسلمولي، وشكرا لكل اللي سال عليا واتصل بيا وجالي المستشفى. شكرا شكرا ليكم جدا جدا جدا. ربنا يعافيني ويشفي كل مريض يا رب ان شاء الله باذن الله. اشوفكم على خير، واي حد تاني عنده اي استفسار يكتبها لي في الكومنتس وانا هرد عليه ان شاء الله باذن الله. تصبحوا على خير، رمضان كريم.